بقطاع إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر، جعل من المؤسسات الأجنبية المتخصصة في هذا القطاع تسعى جاهدة للظفر بفرصة الاستثمار وإنشاء مصانع خاصة بتركيب السيارات بأرض الوطن. فوزية مسعدي والتفاصيل. الواضح أن الاستثمار في سوق تركيب السيارات بالجزائر لا يزال يسيل لعاب الكثير من المؤسسات الأجنبية المتخصصة في هذا القطاع. فبعد أشهر على تدشين مصنع سيارات رونو بوهران، ها هي الشركة الفرنسية لصناعة السيارات بيجو تسير على خطى نظيرتها بإعلانها رغبتها في إنشاء مصنع لتركيب السيارات في الجزائر. هما أعلنوا على نية، راح نتلاقاو عن قريب وراح نتناقش ونشوفوا كيفاش نقدر نوصل في الحديث معاهم وراح نوصلوا. استثمار فتح كذلك شهية الضيف الشرفي لمعرض الجزائر الدولي في طبعته لهذه السنة الهند، حيث يرتقب وصول وفد من كبار رجال الأعمال المرافقين لوزيرة الصناعة والتجارة الهندية بنية فتح المفاوضات من أجل الظفر بفرصة الاستثمار في إنتاج السيارات من خلال شركة تاتا الهندية. السوق الجزائرية ليست بالسوق السهلة وليست بالسوق الصعبة في الوقت ذاته. هذه الساعة مازال ما اصطدمتش معهم. لما أصطدم معهم نعلمكم إن شاء الله. اهتمام كبرى المؤسسات الأجنبية بالاستثمار بقطاع إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر عامل إيجابي في انتظار دراسة الملفات بجدية ليبقى القرار الأخير بيد الحكومة الجزائرية ووزارة الصناعة على وجه الخصوص.